شوف انا اقول لك اليوم احنا موجودين مو لان احنا افضل من المعلق العراقي. العراق في كل مجال، في كل مجال خصوصا في المجال الاعلامي اليوم، اذا جينا الى التقديم الرياضي، اذا جينا الى التعليق الرياضي، اذا جينا الى التحليل، اذا اذا اذا, إذا ما بنتكلم في جانب معين مختص بكره القدم، العراقيين موجودين ما شاء الله منتشرين على مستوى القنوات العربيه. نعم. اليوم تروح لاكبر القنوات العربيه يا اما تلاقي يا مذيع يا محلل يا معلق رياضي، واحنا عندنا في قناه الكاس عندنا معلق عراقي موجود، فبالتالي تاكد 100% هذا المعلق ما وصل الى قناه بحجم قناه الكاس، او حاليا حتى مصطفى موجود مع قنوات بي ان سبورتس ما وصل الى قناه بي ان سبورتس الا وهو يمتلك الامكانيات ويمتلك ايضا المقومات اللي تجعل منه معلق ناجح. نعم. وبالتالي المقومات موجوده، المعلق العراقي يمتلك الثقافه، يمتلك الحضور، بحاجه الى نوع من التدريب والتمكين في الفترة القادمة. اليوم نقل الدوري على أكثر من قناة قد يساعد خلال الفترة القادمة في ظهور أكثر من معلق عراقي على الساحة خلال الفترة القادمة، وهذا أمر إيجابي جدا. يمكن السنوات اللي طافت عانت البطولات المحلية في العراق من النقل ومشاكل وغيره، وكل المباريات تنقل، وبالتالي هذا يحجم ظهور المعلق أو ظهور عدد كبير. كل ما زاد العدد كل ما صارت فيه تنافس، كل ما صار فيه تنافس كل ما ارتفعت الجودة، وبالتالي انت هني تحصل على خلاصة في النهاية، يطالك في نهاية الموسم لو يطلع معلق واحد يترك أثر وصدى عند الجمهور، انت كقناة حققت المطلوب من خلال هذا الموسم بإظهار هذا المعلق للساحة بالطريقة المطلوبة. لكن المعلق العراقي يمتلك كل المقومات من أجل النجاح.